من حق كل إنسان في الدنيا سواء كان فنان أو غير فنان إنه يعمل اللي هو عاوزه. وبعدين في حاجة تانية، ما اللي تتحجب حجاب صحيح بقى، بمعنى إنها ما تحطش روج، بمعنى إنها ما تبينش شعرها، بمعنى كذا، خلينا كده دغري. إنما أنا وأطلع بقى وأبقى في كل جرنان وكذا وكذا، أو أقول الفن حرام أو كذا أو كذا أو كذا. وبعدين في حاجة تانية كمان لازم نقولها وتعزفوها أحسن، أزعل جدا. إذا كانت المحطات التلفزيونية اللي هي بتستضيفهم وبتروج لها لهم وتخليهم يقولوا الفن حرام، طب ما أولا المحطات دي تقفل، لأنها بتذيع فن وبتذيع أفلام وبتذيع أغاني، بتناقض نفسها ليها هذه المحطات. على فكرة لو شلت الكلام اللي بقوله ده تبقى مفيش مصداقية. أنا ما عنديش مانع إن كل السيدات إنها يعني أساساً أي إنسان يا أخي، مين قالك مين يقدر يقول إن هناك مسلم يكره لأي مسلم أن يلتزم بتعليم الله؟ إنما نلتزم بقى التزام كامل. إنما أنا طيب، ما هو البرهان على إن النبي جلد في الحلم ودي اداها مكنة خياطة هدية؟ والكلام يعني ده كلام بقى ده يعني استخفاف بالإسلام واستخفاف بالرسول. هو على العموم هذا الجزء عرض بناء على رغبته. ايوه، واحنا صادقين وقدمناه. تعليقك؟ تعليقي عليه طبعا بيتكلم كلام منطقي جدا. وانا فاهمه يعني نقاط كتيره جدا بيقولها وحيد ومعاه فيها. وانا طبعا ضد اللي هو بيقول لك انا اعتزلت الفن واتحجبت عشان الفن حرام، لان لو الفن حرام اعتقد ان كل الدول الاسلاميه اللي موجوده ما كانش يبقى فيها اي نوع من التلفزيونات او قنوات او 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 قال كده الفن حرام، اعتقد فيه، بس انا ما بذكرش الحاجات دي قوي. بس وحيد انا بثق في كلامه، ان هو لما بيكون في حد قال كده بيبقى في حد قال كده. يعني وحيد مش من النوع اللي هو مثلا بيروج اشاعه او بيالف حاجه عن لسان حد، هو يالف من افكاره ومن الواقع، لكن مش على لسان حد او اي حاجه. لكن مش كل اللي اعتزلوا الفن وتحجبوا بيقولوا كده، ومش كل يعني في الفنانه شاديه مثلا اعتزلت وتحجبت ولا عمرها قالت الفن حرام، ولا عمرها بترفض رغم الحاح. وده على فكره انا ضد ده، يعني انا فعلا بشوف ان الست اللي اتحجبت اوكي حتى لو عايزه تمثل بالحجاب تمثل، لكن بقى بيبقى فيه بقى مش المفروض فعلا يبقى فيه الروج والمكياج، لان ده حاجه مهمه جدا. عشان كده بقول الحجاب ده قمه. ويا ريتنا كلنا نقدر نوصل له، يا ريتنا كلنا نقدر نوصل له. ففي حاجات كتيره جدا جدا لازم تكون قبل هذا القرار. ان فعلا تبقى الواحد يبقى عارف دينه كويس ومتعلمه كويس احنا طبيعتنا كمان من زمان من زمان من زمان احنا لازم يكون في الطرحه والمنديل في الفلاحين واليشمك والكلام ده كله. الحشمه موجوده داخلنا، موجوده وموجوده فينا، ودي من عاداتنا ومتقاليدنا وبنفضلها. يعني المرأة بتفضل كده، والأم بتحب تشوف بنتها كده، والزوج والأخ والأب بيحب يشوف بنته كده، ده أمر طبيعي جدا. عارفة ازاي؟ احنا عايزين نتطور في العلم، نتطور في بالخير والمصلحة لشبابنا والبلدنا، لكن بديننا وبتقاليدنا، بس بدون التزييف. المصداقية هي فعلا أهم حاجة. للأسف الشديد، للأسف الشديد، إن في بعض الناس أقلية بيتجروا بالموضوع ده. بيتجروا بالموضوع ده. لكن في ناس تانيين فنانات وربات بيوت عادي وشابات الموضوع جاي بإيمان منهم، سواء إيمان يعني خوف من ربنا، حب ربنا، إيمان كامل جدا، إيمان لم يكتمل لسه، لكن هناك إيمان واقتناع بإن باللي هما بيعملوه. وفي ناس في ناس بتبقى مثلا بتعملها من النقيض للنقيض، عارفه بيبقى حد يعني عارفه دايما تلاقي الكونتراست جامد قوي. لكن انا دايما بقول خير الامور الوسط، خير الامور الوسط. واكتر حاجه انا مش مقتنعه بيها، يعني في يوم الحساب، واحنا مؤمنين ومقتنعين ان في يوم الحساب. انا بقى ما احبش الناس اللي تيجي تحاسب بعض. لا طبعا، يعني ده انا ما بقبلوش.